ما زالت التحذيرات مستمرة حول وجود موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد بالشهرين القادمين، فكان لابد من نشر ثقافة الوعي الصحي للوقاية من فيروس كورونا لدى الطلبة وخصوصا الأطفال بالتعاون مع الكادر التدريسي. هذا ما قام به فريق عمل مخابر أسنان سوريا التطوعي، والبالغ عددهم تقريب 100 متطوع، بمبادرة كمامتك وقايتك ضمن دمشق وليفا. حتى نتعرف أكثر عن هالمبادرة وعن أهدافها أيضا، بصيرنا نرحب بضيوفنا اليوم. السيد مازن محمد مازن قناص، رئيس المبادرة، أهلا أهلا وسهلا وسهلا فيك. فيكم. وأكيد بدي رحب أيضا بالسيد رياض خوام، المنسق الإعلامي للمبادرة، أهلا وسهلا فيكم أهلا وسهلا أساتذة، أهلا وسهلا فيك، شرفتونا. شرف. يسعد صباحكم. قبل ما نبتدي رحلتنا الصباحية، خلونا مع بعض نشوف مادة بتحكي أكثر عن المبادرة وبنحكي عنها. أهم استعمالات وفوائد البابونج الطبية. يعتبر البابونج مزيلاً للتوتر عند النساء، مهدئ للعضلات الموجودة في الجهاز الهضمي، المعدة والأمعاء، يعالج آلام الأعصاب، يعالج أمراض الظهر والروماتيزم. يحتوي البابونج على مضادات التهاب طبية، أي يحتوي البابونج أيضاً على مواد طبيعية ذات تأثير قاتل للفطر والبكتيريا، يهدئ وينعم الجلد ويدخل في تركيبة الكريمات، يعالج التهابات الجلد والحروق، يكافح التهيج بالعينين، مزيل للصداع وخصوصا الشقيقة، مزيل لالتهابات اللوزتين، معالج للرشح، مدر للبول ويفتت الحصى والرمل، يزيل البلغم ويعالج السعال. يعني هلا رح نرجع نتابع بعد شوي التقرير اللي ذكرتيه يا نور ونطلع اكثر، ولكن بالبدايه خلينا لبين ما جهزت الماده اكيد نحكي مع الاساتذه ونحكي مين بحب يبلش بالاول. حضرتك تفضل نحكي عن المبادره ونحكي انه كيف نشأت الفكره، وهلا نحن بمخاوف فظيعه من تجدد فيروس كورونا بالشهرين القادمين. نحن المبادرة بلشت خلينا نقول باستطلاع رأي لدى الأطفال، فاكتشفنا أنه عندنا قسمين من الأطفال، قسم ما عنده إمكانية يشتري كمامة، وقسم ما بيمتلك الوعي للوقاية من فيروس كورونا. فارتئينا نحن كفريق مخابر أسنان أنه نعمل مبادرة نقدم فيها الكمامة القماشية مجانا للأطفال، مع التعقيم، مع ميزان حرارة لكل مدرسة، مشان يكون في نوع من التطبيق الحراري للأطفال. والشغلة الثانية لازم يعني نعمل نوع من الإرشادات لزيادة الوعي لدى الأطفال. فكانت البداية أنه نعمل اللبنة الأولى بجدار حماية الأطفال، لأنه هن ابتسامتنا، نحن صانعو الابتسامة بالأساس. أكيد يمكن هلأ بتخاف أكتر شيء على الأطفال، لأنه الأطفال ما فيك تضبط لهم يمكن حركتهم ولا تضبط لهم نهارهم، لأنه إجباري مش مثل الكبير بيكون عندهم الوعي الكافي. بس هي نقطة كتير مهمة لما يكون في تركيز على الأطفال وتعملوا استطلاع لتشوفوا قديش فعلا في نسبة وعي من خلال الأطفال، لأنه بيعكس أساسا وعي الأهل. فكيف إجتكم هي الفكرة؟ الفكرة ببساطة بلشت يعني لقاء مع احدى يعني بذرة الفكرة، منقول لقاء مع احدى الانسات عم تحكي انه عم توجه طلابة الصغار للكمامة، ففاجأت انه في طلاب يعني ما قدروا يجيبوا حق كمامة. فهون كانت بذرة الفكرة انه نحن طيب شايفين وضع البلد كلياتنا، يعني مو معقول ما نقدر نعمل شيء ولو نوزع كمامة، لا منقدر. فهون كانت الفكرة انه هي خلينا نجتمع ونشوف شو بنقدر نساعد وشو بنقدر نقدم، ومن هون انطلقت. ونحن يعني بالنهاية كمخابر أسنان كمان معرضين كثير الفيروس يعني والأمراض، فبدنا نحس بغيرنا مثل ما بنحس. ويمكن كل جهة عم تحاول تأمن أو تساعد من خلال مكانها، يعني كل جهة عم تحس حالها جزء أو مسؤول عن هيدا المجتمع، فعم تحاول ضمن الإمكانيات الموجودة تكون جزء من هيدا. أكيد. ونحن بالنهاية يعني ما في عيلة ما فيها ولد بمدرسة، ما فيها يعني حدا ما يتعرض هو كشخص من ابنه أو أخوه الصغير أو شيء، ما في حدا ما أنه معرض ينتقل من المدرسة. نحن ما لنا قدرانين نغطي البلد كلها، بس بنقدر نعمل طفل
نقدر نساعده بكمامة. تماما سيد رياض، نحن رح نرجع لعند حضراتكم، ولكن خلينا ننتقل لأنه صارت هلأ المادة جاهزة معنا. أوكي. ونشوف شوي من المبادرة يلي قاموا فيها الشباب، وهو هي تشمل شباب متطوع بالغ عددهم تقريبا 100 شخص تقريبا 100. خلينا نروح نشوفها. كلياتنا بنعرف انه الكمامه وقايه من المرض، وقايه لكم وقايه لاهلكم، مشان هيك رح نقدم لكم كل واحد كمامه. سنتحدث اليوم عن مخاطر الكورونا والوقايه منها. اولا، غسل اليدين جيدا بالماء والصابون لمده 20 ثانيه. ثانيا، عدم لمس الاشياء المرميه فوق الريق مثل الحفاظات والكمامات. ثالثا، حفظا على سلامتنا يجب وضع الكمامه اثناء خروجنا من المنزل وعند عودتنا، خلع ملابسنا وغسلها فورا. اليوم أتى لعنا فريق مخابر أسنان سوريا، لقد وزعوا علينا الكمامات مجانا وفحصونا بجهاز الحرارة وبخوا لنا المعقمات. مرة قالوا لنا هناك فيروس خطير واسمه كورونا، قلنا يا ربي يا لطيف سيعدي كل البشر والعالم في خطر، وإن علينا الوقاية ليصبح كل شيء نظيف. كورونا لا لا تقربنا، لا كورونا لا لا تقربنا، لا فنحن لا نريدك أبدا بيننا، فنحن لا نريدك أبدا بيننا. مخابر أسنان سوريا بتقدم لكم هدية جهاز قياس الحرارة. شكرا لكم، شكرا لمبادرة مخابر أسنان سوريا، وشكرا كثير لهالمبادرة الحلوة، وكمامتك وقايتك هي كثير حلوة لهالأطفال الحلوين، وإن شاء الله هالأطفال يلتزموا بوضعها ويعرفوا أهميتها، وشكرا كثير لكم لجميع الفريق. يعني من بعد ما تابعنا هالمبادرة، خلينا نحكي عن أعداد الطلاب المستهدفين أو أعداد المدارس اللي حققتوهم لحد الآن. الحقيقة نحن لحد اللحظة هي صرنا زائرين 7 مدارس وفي 4 تانيات. طبعا الشكر الكبير للسيد وزير التربية ومديرين التربية بدمشق وريفا، لأنه الحقيقة زللونا كل الصعاب لندخل على الأطفال. والموافقات تبدا تباعا، يعني حاليا نحن عندنا 11 مدرسه حنفوت عليهم ولساتنا مكملين، وان شاء الله يعني بجهود الناس وجهودنا وجهود الاداره حنقدر نحقق للاطفال الشيء اللي نحن او هدف المبادره بشكل رئيسي. يعني هي مش موقفه، مكمله ان شاء الله تكون دمشق وريفا، ففي امكانيه تنتقلوا لباقي المحافظات. اكيد اكيد، نحن كل ما عم تتطور المبادره، احنا بلشنا على اساس نوزع كمامات، تطورت صرنا نعمل معهم معقمات، تطورت صرنا نعطي لكل مدرسه ميزان حراره الكتروني. طبعا بالاتفاق مع الكادر التدريسي للمدرسه، وحاولنا انه نعطي التوجيهات مع الكادر التدريسي لحتى يتم متابعه الامر بعد خروجنا. يعني احنا بنفوت بنعمل المبادره وبنطلع، لكن هو الاهم المتابعه وليس انه لحظه العمل بحد ذاته. تمام سيد رياض، بما انه حضرتك المنسق الاعلامي، خلينا نحكي اكثر قديش مهم اليوم تكرار المعلومات وزرع المعلومات الصحيحه والتحذيرات، ويمكن نشر الوعي بشكل اكثر خاصه بين الاطفال وبين الكبار ايضا. لا انا قاعد بين اعلاميين، انا ما لي حكي ف لا اهلا وسهلا، انتم ادرى يعني بهالقصص. طبعا هذا الحكي اللي حكيتيه اكيد 100% مزبوط. نحن دورنا نحاول نساهم بهذا الموضوع، ننشر قد ما فينا، نكرر قد ما فينا المعلومه، يعني نطلع على الاعلام. نحن شاكرين كثير لكم انه استضفتونا وساهمتوا بهذا، انتم يعني صرتوا مساهمين معنا بهذا بهي المبادره، ونتمنى من كل القنوات الإعلامية تساهم مثلكم. يعني أكيد أكيد ما لازم الواحد يعني يوفر جهد بهيك موضوع، المعلومة لازم توصل بأي طريقة. هلأ الحلو أنه يمكن
خلال فترة الأزمة ومع بداية الجائحة في كتير مبادرات صارت موجودة على الأرض عم تحاول تكون جزء من الكادر الطبي ضمن إمكانياتها لتنشر هي الثقافة، وأشرت لنقطة كتير مهمة إنه استطلاع الرأي كان بين فينا نقول فئتين من الأطفال، فئة ومع يمكن إمكانية والفئة الثانية غير كافي الوعي عندها. هون شو عملتوا مع هدول الأطفال؟ يعني حاولتوا تنشروا أكثر بالمدارس، يكون حدا ممثل عنكم لتحكوا عن التفاصيل والتحذيرات والإجراءات، تتواصلوا مع الأهل؟ هلا قبل كل شيء نحن في شغله كثير مهمه، نحن بنفتح التلفزيون بنلاقي في عنا اعلان انه حط كمامتك حط كمامتك. نحن نقلنا هالفكره كمان من الشاشه للتطبيق الواقعي اللي بنتامل من كل الناس تساعدنا بهالكلام. يعني انا ما مهم اقول لك دائما حط كمامتك، انا لازم اعطيك كمامه لكون ايجابي ومبادر. نحن بالنسبه للاطفال حاولنا بشكل رئيسي انه نعطيهم التعليمات البسيطه السهله اللي ممكن تتناولها ببيتك، يعني غسل، حاول ما تحط ايدك بتمك اذا كنت عم تكتب، ما تحط ايدك على عينك، ما تحط ايدك على انفك. التعليمات اللي هي بسيطه، ابسط ما يمكن انه الطالب الصغير او الطفل الصغير، وطلبنا من كل ولد بكل بساطه انه هالمعلومات اللي عم نعطيك اياها قول عند اهلك وحاسب اهلك عليهم، بحيث انه يصيروا هن واهلك يتعاونوا معنا. لانه يعني عفوا نحن بجائحه وباء كورونا الوقاية منه أهم من العلاج ذاته. إذا قدرنا نحافظ على نفسنا ونحافظ على أخواتنا ونحافظ على رفقاتنا، يعني أنا الطفل بخاطبه أنت بتحب رفيقك؟ بيقول لي إيه. بتحب أهلك؟ بيقول لي إيه. طيب يعني إذا أنت بتحبهم لازم تحافظ عليهم. وهذا الشيء كثير كان له تأثير كثير كثير كبير بالنسبة للأولاد، وكانوا سعيدين جدا ومتفاعلين للغاية. سيد رياض، كمان في كتير هلأ بياخدوا الأدوية بشكل عشوائي، نحن عم نكون عنا ضمن المبادرة حملة توعية إنه الأدوية إن كانت فيتامينز وإن كانت معادن وإلى آخره إنه أخذها بشكل عشوائي وخاصة للأطفال إنه هو مضر بعض الأحيان. هلأ نحن بصراحة هذا جانب طبي بحت، يعني ما منتدخل فيه لأنه هذا اختصاص أطباء. نحن دورنا نعطي هالكمامة يلي هي وسيلة وقاية. الشيء الطبي البحت يلي ضمن البروشورات، ما في توزيع البروشورات هي عبارة عن تحذيرات عامة اللي بنشوفها على التلفزيون، بس انه بنحطها قدام عين الطالب بالمدرسة، يصير في بوستر يعلقه يتعلق بالمدرسة يشوفه دائما، يعني يضل يتذكره. اما ندخل بشيء موضوع علاجي وطبي ودوائي، هذا مو اختصاصنا ولا بنتعدى عليه، لانه في طبيب مختص بده يحكي فيه. نحن هلا حاليا المبادره هي كمامه، هي ميزان حراره، هي تعقيم، هي معلومه، هي معلومه تمام حاليا. يعني نحن بالنهايه ما فينا نغطي كل شيء، قلنا مبادئ الاساسيه للاجراءات الاحترازيه. نعم. خلينا نحكي مع حضرتك، يعني غطيتوا تقريبا 11 مدرسه، تفاعلوا الطلاب بالمدارس لما زرتوهم قديش فعلا كانوا متفاعلين معكم، قديش فعلا كان في استجابه؟ يعني أنا تمنيتك لو تكوني معنا وتشوفي السعادة اللي ارتسمت على الأطفال، ولما كل ولد فيهم عم يمسك الكمامة ويحطها تحسي يعني طاير عقله من الفرحة أنه هو عم يعمل شيء قد يكون بالنسبة له شغلة كتير كبيرة أنه ما قدر يحصل على كمامة. نحن كون الكمامة قماشية وقابلة للغسل وقابلة للطعم، فهي شغلة كتير إيجابية كانت بالنسبة للأطفال. ونحن يعني سعينا مع الكادر التدريسي حتى مع الأطفال أنه أخي إذا بيجيكم ولد مريض شوي من البداية بنقيس حرارته، بنعمل له عزل تلقائي، بنتصل بأهله، بنتصل بالطبابة المدرسية، بحيث أنه تقدر الطبابة المدرسية أو يتحدد أنه هالنوعية شو هي، حتى ما نبلش نوسع دائرة العدوى الموجودة. فكتير كانت جميلة التجربة، كتير حلوة، ونحن كنا مسرورين فيها إن شاء الله هيك دائما. ولكن شو هي يمكن أهم النقاط لحتى هاي المبادرة تحقق الأهداف 100%؟ الحقيقة نحن بالنسبة نقدر نحقق هدفنا في عنا شغلتين أساسيات. نحن عم نقوم بعمل شعبي، يعني نحن عبارة عن 100 عضو نشتغل، نتمنى إحداث نقابة لمخابر طب الأسنان تحتوي المبادرات اللي عم يقدموها الشباب، لأنه نحن مو هي المبادرة الوحيدة، نحن قادمين إلى سلسلة مبادرات فاعلة على الأرض وليس عبارة عن نظريات بنفوت نعطي كمامتين وبنمشي. يعني سننتقل إن شاء الله نحط منفسة مثلا بوزارة الصحة مرحلة ثانية من المبادرة ذاتها،
فبنتمنى. خلينا نحكي عن خططكم القادمه اذا في فعلا جدول اعمال. نحن عندنا حاليا هلا هي المبادره تبعنا مقسومه قسمين، قسم هو نشر الوعي والكمامات والمعقمات وميزان الحراره، القسم الثاني هو اهداء منفسه لوزاره الصحه حتى يكون نحن نموذج يحتذى به من بقيه الفعاليات المجتمعيه ان كانت نقابات. فبالنسبه لنا احداث نقابه لمخابر الاسنان بتخلينا يعني يكون في عندنا تغطيه ومساعده وسهوله بالتواصل مع كل مخبري الاسنان. هيكليه لنقدر ننظم شغلنا اكثر، يعني يكون عندنا تنظيم نقدر ننظم شغلنا اكثر ونحقق طموحاتنا، يعني ان كان عن طريق المجتمع او عن طريق ال. شو هي طموحاتكم يعني؟ هلا نحن بالنسبه لنا بدها سرده لحالها بدها حلقه كامله. فاضيين شباب؟ نحن انستي المخبريين عندهم طموحات على واقع مهنتهم وعلى واقع المجتمع بحد ذاته. فنحن حتى نقدر ندخل على المجتمع، نحن كمخبرين اسنان يمكن اكثر الناس تعرف طبيب الاسنان، ما حدا بيعرف مخبري الاسنان، نحن صانعو الابتسامه في هذا العالم، اي ابتسامه جميله الجسر الوسيط يعني. نعم نحن اي ابتسامه جميله بتشوفيها، يعني اي ابتسامه على ممثله او على مطربه او هي، فنحن صانعو الابتسامه. فهذا الشيء لازم يكون ظاهر للعالم، ولازم يكون مخبرين الاسنان مندمج ضمن المجتمع تبعه. فلازم يكون له دور فعال، والدور الفعال بتعرفي انت لا يمكن تحقيقه الا من خلال هيكليه تنظيميه ترعاه وتساعده. ونحن كمخبرين اسنان باستطلاع الراي كمان اللي عملناه مع الشباب قبل ما نقوم بهالعمل هذا، بشكل عام كل المخبرين على مستوى كل المحافظات جاهزين لتقديم اي شيء بيساعد البلد وبيساعد الناس وبيساعدنا نحن كمان. نعم نحن بدنا نتشكركم كثير وبدنا نتمنى لكم التوفيق بالمبادرة أكيد، ولكن قبل ما نختم بدي أقول كلمة أخيرة أستاذ رياض بتحب توجهها إلى الأهالي حصرا، يعني اليوم عملنا نحن بتوعية الأطفال ولكن الأهالي كمان في كثير أهالي يعني مهملين نوعا ما، ان كان بالنظافه الشخصيه وان كان بكيفيه وضع الكمامه وان كان بدي ذكر بالاخذ العشوائي للدواء، يعني في كثير قصص اليوم للاهل نحن كيف بنتوجه لهم ضمن حملاتنا او ممكن نفكر نخصص لهم شيء للاهل؟ هلا نحن عم نحاول نعمل دورنا البسيط يلي هو نعطي هالكمامه للطفل، صفى الدور والباقي على الاهل، يلي انه هذا الطفل اجى على البيت بده مين يعلمه يواظب وراه يلبس الكمامه يغسلها يعقمها، لانه الكمامه مثل ما حكينا الكمامه قماشيه. نحن عم يعني الفكره هي الكمامه هي بتقطع حلقه وصل بنشر العدوى. الاهل اول شيء لازم يكونوا عارفانين بهذا الموضوع، انه الابن ان شاء الله اجى محامي العدوى فهن نوعا ما بخير، كمان هن عليهم دور لانه هن عايشين بالحياه وعم ينزلوا ويطلعوا على اشغالهم، فكمان لازم يحموا ابنهم. مو اذا انحمى من المدرسه فهو محمي من البيت او من الشارع، فكمان هن عليهم الدور الاكبر. كمان الجهد لازم يكون من الجميع، ما في يعني ما فينا نقول نحن عملنا اللي علينا وخلص، لا لازم في دور على الجميع، في دور على المدرسه، دور على الاهل، دور على الاعلام، كلكم مشكورين لجهودكم. والأهل أكيد هن يعني الحلقة الأقوى بتربية الطفل وبزيادة وعيه، فأكيد بنشد على أيديهم ونطلب منهم يعني ما يهملوا الموضوع. صحيح. ما يهملوا هذا موضوع ما نو سهل، كثير من معارفنا صابهم كورونا، كثير يعني شفنا الألم وفقدنا عالم للأسف، فقدنا عالم. صح. ما يعني لا سمح الله نفقد بسمة طفل، قصة مو مزحة، ما أنا مزحة، ما أنا نحن جايين. وهي نقطة كثير بنشدد عليها ضمن نعم. صباحنا بالإخبارية السورية وضمن أساساً برامج الإخبارية ودائماً نعم. عبر الشروط الإخبارية ما بتقصروا بهذا الموضوع، هي القصص مش مزحة، لأنه في كثير من الناس نعم. لهلأ بعدها في استهتار وبعدها في أحبة نحن فقدناهم، في ناس بعدها مرضانة لهلأ بالمشافي نعم. بسبب هي كمان نوع من الإهمال، بكل العالم فكرته قريب عادي أو شيء، لا في موجة تانية يمكن نعم. جاي، في إجراءات كثير، يعني الشغل بده يكمل والحياة بده تكمل، بس لازم نكون ملتزمين أكثر. ضمن خططكم القادمة في شيء هيك قريب الحقيقة بالمحافظات؟ أنا بدي نوه لشغلة بسيطة، نحن عندنا مبدأ بين الناس تسأل واحد تقول ليش مو حاطط؟ ليك فلان ما له حاطط كمامة، ليش فلان مو حاطط؟ القاعدة الأساسية بنحب الشيء ابدأ بنفسك ثم بأخيك، يعني أنا لما ببلش وبحمي نفسي
بيرتقى رفيقي بيحمي نفسه دون النظر للمجتمع بحد ذاته. بعد فترة حتلاقي المجتمع كله وفي آخر بيستهتر فيك يعني تماماً. ليش حاطط كل الإجراءات؟ أنا ما برد عليه، أنا هذا الشخص ما برد عليه لأنه هو غلط وأنا صح. ليش حاطط كمامة؟ ليش كل هالقد أخذ احتياطاتك؟ ما متعقم أنا بخاف على حالي وعلى عائلتي، أنت اللي لازم تخاف. تماماً. فنحن لازم نبلش واحد متى ما اجتمعت الأفراد مع بعض البعض بيصير المخالف هو الشاذ وليس الصحيح هو الشاذ. فنحن لازم نسعى، وبشكل كتير كبير يعني لنشر هالتوعية خصوصا بالأطفال. وأنا حقيقة بحب شدد على وزارة التربية أو مديرة التربية إنه نحن زرنا المدارس المعينة إلى آخره، يصير نوع من الرقابة لو بالاشتراك معنا ما عليه شيء، إنه أخي روحوا شوفوا هالمدارس التزموا الطلاب ولا ما التزموا، هل الإدارة عم تساعد ولا ما عم تساعد. نحن شفنا الإدارات كتير كانت مساعدة يعني بالأمانة، مشان ما ننكر وزارة التربية قامت بإجراءات كتير كبيرة مع بداية العام، عم يكون في استمرار بالمتابعة، بس هي مساحات أو عدد المدارس كتير كبير فيجب المتابعة بشكل أكبر، لأنه مثل ما قلنا في عالم مستهترة ما أخذ الموضوع صحيح عن جد. نحن بالختام بدنا نتشكركم، شكرا كثير لوجودكم معنا وموفقين بمبادراتكم. شكرا لكم. شكرا لكم. إن شاء الله هيك بنستقبلكم بحلقة قادمة بيكون عندكم نقابة مختصة بخابر الأسنان، بنحكي عن جميع طموحاتكم وأعمالكم. شكرا كثير لكم. شكرا لكم.